موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك يقول إن الجهات القضائية والإدارية المختصة في تركيا تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الشاب المعتدي على السيدة السورية في ولاية عنتاب. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أن إنشاء المنطقة الآمنة على حدود بلاده مع سوريا بات ضرورة ملحة. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقول إن واجب بلاده إزالة التهديدات الإرهابية أينما وجدت في الداخل والخارج وفي سوريا أيضا على حد قوله. شرطة مدينة الباب تصدر بيانا تقول فيه إنه تم توقيف المتهم بقضية الاعتداء على فتاة في مدينة الباب شرقي حلب وتنظيم ضبط وتشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف على الفتاة. الجيش الوطني في مدينة الباب يعلن إلقاء القبض على قاسم الحسن أبو عواد التدمري أمير الإنغماسيين في تنظيم الدولة سابقا ومسؤول الكفالات المالية لنساء التنظيم حاليا في ريف حلب. فرق الدفاع المدني السوري تعلن إخمادها 13 حريقا زراعيا شمال غربي سوريا أمس الاثنين، ما يشكل الحصيلة الأكبر منذ بداية موسم الحصاد.